نختم هذه النشرة بهذا الخبر الحزين، حيث انتقل رحمة الله تعالى الفقيد الحاج آدم أجي حسن الذي توفي بدولة فرنسا بعد مرض طويل. إن الفقيد هو رجل أعمال وسياسي، وهو ينتمي لإقليم كانم، وعضو مؤسس للغرفة التجارية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومستشار برئاسة الجمهورية. ولد الفقيد بمنطقة مندو في محافظة وادي بسام بإقليم كانم. ترك الفقيد وراءه 12 ابنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا سيدات السادة، بهذا الخبر الحزين من هذه النشرة الإخبارية أشكركم على طيب الانتباه والمتابعة. تلقاكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.